السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين مع الصحه؟ كلشي مزيان، كلشي بخير. تنتمنى ان كلشي يكون بخير. مابقاش عندي الوقت باش ندير فيديوهات ولا باش ندير مونتاج، دونك ما غاديش نبقى المونطي، غنبقى ندير دي فيديو ديريكت بحال هكا باش نعطيو فيهم نصائح. المهم، هذا الفيديو هذا بغيت نديرو على شنو هي الاخطاء اللي ما ديرش قبل ما تجي لتركيا. اول حاجه، الانسان فاش يبغي يقطع البي ديالو، كنتي موظف، كنتي جيرون سوسيتي، كنتي فايتك تخرج برا، فايتك خرجتي لدي بايي شنغن، ارخص طياره اير فرانس، فيها ترونز، فيها اسكال في شارل دوغول، ما غيكونش عندك حتى شي مشكل، وكان السن ديالك تي فوق 35 سنه، كنتي ما موظف ما والو، ارخص طياره اير ارابيا تقريبا، الا ما درتيش الباجاج اون سوت 3600 درهم 3800 درهم، ولكن هنا ما ترتكبش خطأ. في الروتور ديالك دير اكسترا، ما ديروش عادي، اكسترا تتعني انني نقدر نغيرو جوج ديال المرات، حيت غتوصل لهنا غادي تبغي تغيرو 400 ليره اقل شيء، يقدروا تغيروا ب 500 ليره، هي تقريبا ما بين 900 درهم حتى ما بين 700 درهم حتى 900 درهم، وانتيا في الاكسترا غتزيد 500 درهم ولا 400 درهم، فهمتني؟ اغلبيه تيجيو تيبغيو يديروا الاقامه هنايا وتيحرق الروتور ديالو، علاش ما نديروش انا اكسترا ب 400 درهم ولا 500 درهم وناجلو حتى الوقيته اللي غنبغي نرجع فيها؟ دونك هذا الخطا الاول اللي ما خصكش دير، وما تخليش لاجونس دو فواياج انها هي تحكم فيك، تعطيك ويجور ولا تعطيك شحال ما بغات في لو ديري، لا، دير 3 موا ديالك اكزيجي وزاد ان كليون، اي كليون سي ان غوا، لانهم راه بداو تيعيقوا بزاف. شحال واحد اتصل بيا و تيقول لي بانهم تيقولوا لي 8 ايام، علاش اخويا غدير لي 8 ايام؟ انا تنخلص، عندي الحق انا نبقى في تركيا 3 شهور وانا غنخلصك، ندير لاضات اللي بغيت، ما تبقاوش تحشموا بشي حوايج، ماشي غندخل لاجونس دو فواياج راني بحال ما عتلاهيش داخل. دونك هذه مساله، الروتور العوده ديرها اكسترا، غيكون عندك فيها الباجاج، انا شحال واحد تيشري الحوايج هنايا و تيبغي يرجع، عندك فيها واحد 35 كيلو د الباكاج، وعندك الحق تغيرها جوج مرات وتتزيد غير 500 درهم، يعني ديك الزياده اللي غادي تزيد هنا في تركيا دي 700 درهم ولا 800 درهم باش تبدل البي ديالك، زيد اخويا في المغرب ونتايا حر دير لابليكاسيون تيليشارجيها وتبدا تشونجي البي ديالك فوقاش ما بغيتي. المهم هذا الخطا الاول حيلوه. الخطا الثاني، تتهبط في المطار، الامور تدوز عاديه، اغلبيه اللي تيمشي مع اير فرانس راه ما غيسولك حتى شي حاجه، اللي تيمشيو مع اير ارابيا شويه شي بعض المرات شي حالات شافوك جون ولا كذا يقول لك اعطيني واش عندك 300 دولار ولا واش عندك، واش مصرف 300 دولار ولا واش عندك فلوس ولا ما عندكش، اعطيني ان بروف صافي. هذه شي حالات ما غيسولك لا على اوتيل لا على والو، يعني اغلبيه تيتصل بيا تيقول لي ادريس دوتيل، اصلا البوكين ما خدامش هنايا في تركيا، هذه بعدا باش تكونوا عارفينها. دونك راه ما غيسولكش، حالات قليله اللي تتبان ليه هذاك الموظف تتبان ليه، ولكن تنقول لكم انا 2% 3% يعني ماشي بزاف. الخطا الثاني هو ان الانسان تيخرج تيشد طاكسي باش يمشي مثلا لوندروا اللي بغى يمشي، طاكسي كما المغرب يعني غطلع في واحد ما بين 200 درهم 300 درهم هادشي اللي كاين، ولكن كاين واحد الحاجه اللي هي سهله، الهافابيس او الهافطاج، ولكن هي مكتوبه هافابيس، غير تخرج من المطار تتلقى واحد واحد بحال الكيوسك، ماشي كيوسك صغيور مكتوبه فيه هافابيس، وتيجي لو بيس هذاك في المطار تيديك حتى التقسيم 18 ليره لك تي بصبيحه، 12 ليره لك تي في المطار الجديد، المهم ما تديباساش 18 ليره، 18 ليره شنو هي تقريبا 36 درهم، تقريبا 34 32 درهم تقريبا، يعني ها انت هي 30 درهم مغربيه ولا 600 ريال ولا 640 ريال وصلت للتقسيم، علاش غادي نخسر انايا 300 درهم؟ تالي فامي بامكانهم يمشيو، كيفين تحط الباكاج ديالك كاين كلشي، يعني علاش غنمشي في طاكسي؟ علاش غنضيع الفلوس؟ راه اي ليره غتحتاجها من بعد، وهذا الهضره انا جايده. ثاني حاجه، فاش تهبط في التقسيم لوطيلات 100% هذا الخطا الثالث، لوطيلات تما غاليين، اقل شيء غتلقاه ب 100 ليره، اقل شيء 100 ليره وما فيهش لي كونديسيون ديال لوطيل كاع نهائيا، علاش نتايا ما تخرجش شي شويه
تتخرج غير بواحد المسافة غتقيب وتهبط في تقسيم. خد أول حاجة، خد لا كارت ديال الترونسبور. لا كارت ديال الترونسبور إلا عرفتو راني داير واحد الفيديو. المهم بالنسبة للترونزيت اللي هضرنا عليه، راني داير واحد الفيديو، راني غادي يبان لكم الفوق اللي بغى يدخل ليه يشوفه. وبالنسبة للاكارت حتى هو راه داير فيديو ديال الترونسبور كيفاش تاخدها وكيفاش تشارجيها، حتى هو راه غادي نحطو، حتى هو غادي يكون في يكون غايبان لكم تابعي. دونك لاكارت الا خديتيها من لي كيشي تاخدها ب6 ليرة، تتخشي غير الفلوس، تتخشي يقول لك واش بغيتي تاخد لاكارت، تدير وي اوكي، تتهبط لك لاكارت، من بعد تتشارجيها ب10 ليرة ولا ب20 ليرة ولا باش ما بغيتي. ها نتايا تتقتصد على الفلوس ديالك وما تستعملش الطاكسيات، لان الطاكسي اول حاجه راه تيستعمل الكونتور فاش يعرفوك قديم هنا ولا سميتو، تيستعمل الكونتور ما 8 ليرة 10 ليرة، ولكن لما تيعرفك جديد تيشوفك بوزك اول حاجه تيبدا معاك بك هي 40 ليرة، وشويه يقول لك 20 ليرة. اول حاجه الى بان ليه التراجي فيه 3 كيلومتر 2 كيلومتر كيلومتر ونص يقول لك 20 ليرة. دونك باش بلا ما وانت بامكانك تمشي في البيس بليرة ونص ولا 2 ليرات. الطوبيس اللي تيضرب 40 تيضرب 40 كيلومتر تيمشي والناس بخمسة بربعة دليرات فاصلة خمسة بحال هكا، كتر 5 دليرات نقولو حنايا يعني. تيضرب 40 كيلومتر هذا. والترامواي ترام رخيص 1.60، يعني ما كاينش زعما شي حاجة اللي هي غالية. ها انت عاوتاني اقتصدتي كما قلت لكم، لوطيلات تتخرج غير بان كيلومتر 2 كيلومتر على المنطقة ديال، تبعد على المنطقة ديال التقسيم سلطان أحمد، تبعد شوية على إيمنينو، حتى هي بحال في شيشلي مثلا كاين أوتيل ديال بايكال ب60 ليرة نقي زوين، شومبر ديالك تلاقي صغيرات الفازة ديالك بخير، ماريو ديالك 60 ليرة مزيان على بورتي. ما عندكش راه في بايكال كاين واحد لاكاب ب20 ليرة الليلة يعني، ولكن الوسخ باش نكون واضحين. وهذوك الناس اللي هذا شنو تيطرا، كاين اللي تيجي تيريح في تقسيم ب200 ليرة الليلة تيخسر فليساتو، تقسيم فيها غير لي زوندروا خسران الفلوس، لي بواط الشراب البلايص الحوايج يعني حتى الماكلة غالية. إلا كنتي غتاكل أن ساندويش ب10 ليرة ولا ب5 ليرة تتاكلو في تقسيم من 13 ليرة الفوق، فهمتو؟ دونك حتى الماكلة غالية، دونك انت في الأول تجيك عادية. وهذا خطأ ترتكبوه المغاربة، سيرتو المغاربة تتبان ليه 10 ليرة هي 10 دراهم، 10 ليرة ماشي هي 10 دراهم، دائما ضرب في جوج، 10 ليرة هي 20 درهم، واخا هي 1.7 درهم 1.8 درهم، ولكن حنا نقولو دائما ضرب في جوج باش تعرف القيمة. مثلا إلا قلتي بيت أنا في لوطيل ب60 ليرة تتبان لك بحال بيت ب60 درهم، لا خويا راك بيت ب120 درهم الليلة، وحسب حسابك فهمتيني. قلت لكم الناس تجي في الأول تتخلص لي زوتيل بثمن غالي، تتخسر الفلوس فلوس صحيحة، في الآخر تيولي يقلب على أوتيل ديال 20 ليرة. علاش أنا من الأول ما نستيميش لي شارج ديالي ونبقى نقي، يعني ندير واحد المدة في لوطيل، ولا كنت ناوي نريح في هاد البلاد نخرج نقلب على الكرا. الكرا بغيتي الكرا رخيص تهبط ديريكتومون لإيسينيورت 400 ليرة حتى 500 600 ليرة 700 ليرة ماكسيموم ماكسيموم. أنا في الأول كريت ب 700 ليرة، دابا كاري ب 400 ليرة، ب 400 ليرة ما تيكونش الغاز، لكن دابا لا بيريود سخونة ما عندي ما ندير بالغاز. دونك هادي هي أول حاجة، العشرية من الأولى غاتساكريفي لوطيل ومن بعد، ولكن أنت تتقلب انسى السياحة في الأول، هادشي تنهضر على الناس اللي باغا تريح بزاف تركيا، انسى السياحة في الأول، قلب على راسك غاتانستالا فين غاطيب ماكلتك كوزينة باش ما تبقاش تاكل الماكلة ديال الزنقة. دونك هادشي مهم. تاني خطأ، تالت خطأ أو رابع خطأ ما قالش على الأرقام ما ريناش. الإنسان تيبغي تيقول يدير تندير الإقامة عاد نقلب على خدمة، ولا تيبانو ليه ليزانونس يطلبو التركية لي سونتخ دابيل، راه تقدر تخدم بالدارجة المغربية. هادي أنا تنأكدها وعن تجربة شخصية، لأنني في الحقيقة بقيت تنساين 3 شهور تجيني الإقامة وعاد نقلب على خدمة. كاين الناس اللي عندها 10 أيام عندها 4 أيام لقات خدمة في سونتر دابيل باللغة ديالها، يعني الفرنسية
او الانجليزيه او التركيه او اي لغه اخرى تتبقى اي لونغ دو سوكور. الا عندهم مثلا ضروري تكون عندك، ماشي ضروري تكون عندك، راه في الاول هي باش هي فين غيديروا لك لي تيست، النهار الاول والنهار الثاني، ولكن النهار الثالث الرابع الخامس غادي يقولوا لك عطينا هضر معنا بالدارجه ديالك، لان تواصل انت مع مغاربه مع جزائريين مع توانسه، فهمتني، سيرتو في لي سونتر ديال زراعه الشعر. يعني نتايا هذيك تتبقى سكور. مثلا الا مشى شي واحد كان مكلف بالفرنسيين تيقولوا راه عندنا مثلا فلان تيهضر اللغه العربيه وتيهضر اللغه الفرنسيه، غادي ريكيبيريو به. هما دائما هادو هادي استراتيجي ديالهم، ما تشوفش انهم طالبين اللغه التركيه ولا طالبين شي لغه اخرى وانت ما تتقنهاش وتقول ما ندفعش. دفع دفع غير دفع، غير صيفط السي في ديالك، غير صيفط كل شيء. من بين الاخطاء كذلك اللي تدير الناس هي الشراء ديال البطاقه، الشراء ديال البطاقه ديال الهاتف تروكسل شويه غاليه، ولكن في شي بلايص راه ما خداماش مزيان، بحال في اي سينيورت كل ما هبطتي، حيت اغلبيه راه فاش اللي غادي يجي غادي يلقى تركيا هبطات وطلعات، البلايص اللي تيكونوا هابطين ما تخدمش تروكسل مزيان. ترك تيليكوم انا تتبان ليا امبيكابل، هي اللي امبيكابل، هي اللي خدامه فين ما مشيتي، دونك ورخيصه، وتا الريشارج ديالها رخيصه، تروكسل الريشارج ديالها غاليه، فودافون الريشارج ديالها غاليه، دونك ترك تيليكوم احسن شيء، احسن شيء يقدر يديره الانسان. هذا الشيء اللي نقدر ننصحكم به، هاد الاخطاء اللي يقدر الانسان يبعد عليهم. ثاني حاجه تفادى واحد الامر، واحد الامر اللي هو في حقيقه ما ماشي مزيان. انت جيتي لواحد البلاد ديال الناس، ما تبقاش تقول تواركا انهم عنصريين، انت راك في بلاد تواركا، يعني انت لو افترضت شي واحد دخل لحومتك راه كلشي تيانيوريه، حتى تيعرفوه مزيان واش مزيان ولا خايب، عاد تيتانتيغراو معاه، راه كذلك هو مثال، عرفوك مزيان راه غيديروا معاك مزيان، عرفوك خايب غيديروا معاك العنصريه. وايفيتي انك تقول كاين اللي تيعاير السوريين، كاين اللي تيعاير الجزائريين، كاين اللي تيعاير، انت سيدي ماشي من هذيك لا كلاس اللي جايه تحرق ولا اللي جايه دير شي حاجه، واخا حتى هادوك تيكونوا فيهم وليدات زوينين، والله الا تلاقيت معاهم في لوطيلات ودراري رجوله ومزيانين، ولكن انت ايفيتي تدخل في هذاك الشيء. انت عندك واحد الهدف، انك جاي تريح، جاي تقلب على خدمه، جاي تبدل السيستيم دو في ديالك، انت تعيش مع كل شيء، تعيش مع سوري، تعيش مع ليبي، تعيش مع جزائري، تعيش مع تركي، الانسان تكون عنده واحد عطيه واحد ليكزومبل، العرب خصهم يعطيو واحد ليكزومبل مزيان. حنا ما خصناش نكونوا كما تنقولوا في المغرب بحال العيالات، الهضره ديال العيالات ما نديرو بها، هذا خايب، هذا زوين، هذا لا، هذا الشيء خصو يتحيد، خلي وحدين اخرين الا مآمنين به انت ما تدخلش فيه. الا نتايا ما دخلتيش فيه وانا ما دخلتش فيه ولا قر ما دخلتش فيه ولا قر ما دخلتش فيه، راه واحد النهار غادي نلمسوا واحد التغيير وما غاديش نبقاو نسمعوا بحال هاد الهضره، لان حنا كنا خوت وفي واحد البلاد كنا عرب، الاصل ديالنا كنا عرب، ولكن اللي اصل ديالو امازيغي ولكن اللي اصل ديالو انجليزي ولا كل واحد الاصل ديالو، المهم حنا كانسان تعاملوا كانسان، فهمتيني، ما تعاملوش بهذيك العنصريه اللي حنا تنقولوا على الناس انهم عنصريين، ولكن اللي تيفكر بهذه الطريقه راه هو عنصري في الاصل. دونك الله يرحم بها الوالدين. طولت في هذا الفيديو دونك غادي نحبس، بارك عليا من سميتو، وتنتمنى انه يعجبكم. ما كاين لا مونتاج، سي لايف، ما غادي نحسن صوت، ما غندير حتى شي حاجه، ونتمنى انه يعجبكم.